عنوان الحلقة اللي تفضلتي فيه هو أعطيتينا خيار، هل هو جدل مفتعل أو حطيتي أو أو أم؟ نعم. أم أزمة تحتاج إلى حل؟ نعم. في الواقع هو شيلي أو أو أم وحطي وه، هي أزمة مفتعلة ومشكلة تحتاج إلى حل. فقضية الوافدين أمانة هي هل خليط مو نعم. ليس أو و، فحنا عندنا أزمة تحتاج إلى حل، ما حد ينكر إحنا نعيش أزمة في الكويت بسبب إن في نوع من الصراع اللي قاعد يصير بين المواطنين وبين الموافدين. الآن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة أنا أشوف جزء منها حقيقي وجزء منها مفتعل، والجزء نعم. الأكبر مفتعل. أوكي، الآن حنا لازم نحاول نحل هالمشكلة هذه. الآن مع الأسف عشان لا أطيل، جزء من اللي قلتي إحنا مع الأسف حالنا حي أي شعوب أو أي شعب يتم يعني توجيهه زين، وما أجتب عليه في فترة من الفترات بعض النخب السياسية في الكويت تبنت هذا المشروع وحولت هذا الخطاب ضد الوافدين، وإن كان في بعض جزئياته قد يكون صحيح ولكن حولته إلى إيش أجندة سياسية. عندما أفلس بعض النواب من ما عندهم ولا لم عندهم ما يطرحون للشعب، قالوا تشهر خلنا نلعب هالورقة هذه اللي هي في الواقع لن تفيد أحد، لأن أنت لما تثير خطاب الكراهية خطاب التحريضي أنت تبدأ بدائرة كبيرة. الدائرة الكبيرة السهلة هي شنو؟ مواطنين وافدين خلصنا، وهذه قد تشوفين أن الوافدين راح يوصلون بصوب والواطنين يصيروا صوب. بعد ما ننتهي من هذه الدائرة راح ننتقل إلى دائرة أخرى أن حق المواطنين ونقسمهم إلى القسم الفلاني والقسم الفلاني، وهكذا نبدأ بدائرة كبيرة كلنا راح نكون مرتاحين عليها لأن احنا يعني هذه ديرتنا. ولكن هذا الخطاب الكراهية التحريضي مع الوقت راح يصغر ويصغر ويصغر بحيث بالنهاية راح يصفى أن أنا زين وأنت المزينة، أنا هو زين وأنا المزينة. إذن أنت يعني دكتور تلوم بعض النخب السياسية؟ طبعاً.